السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نادية عبد السلام ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل يصلكم كل جديد. فيديو النهاردة هقدم لكم فيه بسكوت النشادر بجوز الهند، هنعمله مع بعض بكل سهولة ومقادير مظبوطة، وازاي هقولك يطلع معاكي مقرمش وهش في نفس الوقت، والنتيجة مضمونة إن شاء الله. يلا بينا نشوف الفيديو. مقادير البسكوت: نص كيلو من الدقيق، دقيق مخصص للكحك والبسكوت، مج من السكر البودر، مج من المادة الدهنية التلات ارباع سمنة والربع زيت، تلت المج لبن، وتلت مج من جوز الهند الناعم، المج يكون موحد، ونص معلقة صغيرة من النشادر، ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر، وبيضة واحدة، وباكت من الفانيليا، وريحة جوز الهند. أراعي المج يكون موحد، ده مج الشاي العادي موجود في كل بيوتنا. هننخل الدقيق، هنضيف عليه رشة بسيطة من الملح، هضيف البيكنج بودر، هخلطهم مع بعض، هدفي اللبن وهضيف عليه النشادر وهدوب النشادر في اللبن، في الخلاط هضيف البيضة وعليها الفانيليا، هنزل عليهم باللبن الدافي مع النشادر، وهضيف من ريحة جوز الهند حوالي تلت الإزازة، هضيف جوز الهند والسكر البودر، هضيف السمنة مع الزيت، والسمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة، هحاول انزلها بالمعلقة، هشغل عليهم الخلاط، وبعد ما اشغل الخلاط هشيل الغطاء علشان الهواء يدخل والبسكوت يبقى هش ومش مكتوم. في بولة هضيف الخليط السائل، هنزل عليه بالدقيق، هخلي حوالي معلقتين من الدقيق لحد ما اقلب المكونات مع بعضها، هخلطهم بالمعلقة، هكمل بإيدي، هحاول أشرب الدقيق بكل السائل، هلفهم مع بعض بدون عجن. البسكوت ما بيتعجنش أبدا، وحطه تحت أبدا مليون خط. شايفين الدقيق شرب كل السائل وبقى بالشكل ده، هتلاقوا العجينة طرية وفي نفس الوقت مفرولة، ما فيهاش عرق لاني ما عجنتهاش. ما احتجتش الدقيق كله، اتبقى معايا حوالي معلقتين من الدقيق. هسيب العجينة تستريح لمدة ربع ساعة، وهحضر الصاج او الصينية اللي هعمل فيها، همسحها بمسحة من الزيت. وبعد ما العجينة استريحت لمدة ربع ساعة هشكلها بالمكنة. شايفين البسكوت بينزل معايا بكل سهولة من غير ما اضغط على العجينة في المكنة، معنى كده ان العجينة مظبوطة جدا. هقطعه بالطول اللي انا عاوزاه،
هحاول أرص البسكوت في الصينية بشكل منتظم لأنه هيستوي على الشكل اللي هحطه بيه علشان يطلع معايا شكله حلو. أنا عملت نص كيلو بس من البسكوت، شوفوا المقادير وضعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين. هكمل باقي الصينية وهحاول أخلي البسكوت في طول واحد وأشيل أي زيادة بالسكينة، وهكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق، وهحط الصينية على أول رفة بعد الأرضية لحد ما تاخد لون من تحت، وأراعي كل شوية ألف الصينية علشان اللون يطلع موحد. ولو الفرن عندك حامي خلي الحرارة 180، وبعد ما البسكوت ياخد لون من تحت هفتح عليه الشواية بعد ما ارفع الصينية لنص الفرن، مش تحت الشواية مباشرة علشان يكمل سوا وياخد اللون المظبوط. شايفين البسكوت استوى درجة اللون زي ما انتم عايزين، انا بحبه متحمر شوية بيبقى طعمه احلى، ممكن تطلعوه افتح من كده. شايفين من نص كيلو دقيق عملنا بسكوت قد ايه. والبسكوت ده من العجينة اللي بتفضل في المكنة، فردتها بين كيسين من النايلون وقطعتها بالسكينة بالشكل ده، طلع حلوة جدا. خفيفة هشة، عايزة اقول لكم انها طلع احلى من بسكوت المكنة. يلا بينا نشوف بسكوت المكنة طالع ازاي. شايفين اللون مظبوط من فوق ومن تحت. البسكوتة خفيفة، مقرمشة، هشة. ولو وصلتم لحد هنا من مشاهدة الفيديو بشكركم جدا، متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ودعموني كده بكومنت حلو. اتمنى انكم تجربوا على طريقتي، هيعجبكم جدا وهينجح معاكم من اول مرة. اضافة جوز الهند خلت طعمه ولا اروع وريحته احلى واحلى. ضعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين، ان شاء الله لو جربتوه هيعجبكم جدا وهتعتمدوه. هستنى تعليقاتكم واستنوني في وصفة جديدة. وباي باي.